بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، الآن مع استراتيجية المعلم الصغير ومع المعلم منصور الخالدي، فليتفضل. وعليكم السلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منافسة استراتيجية أحمر وأخضر على منصة الاستماع المملكة الكريمة. يلا يا عبد الله، عبد الله عبد الإله يبدو أنه غير موجود أو قفل يا المايك. أستاذ، أنا موجود. طيب رد على زميلك، قل له نعم، رد على الأستاذ. وين جاي؟ شو الشيء؟ تفضل يا أستاذ منصور، اسأل. ماذا كانت تطلب النمل البيضاء من النملة الحمراء؟ طعاما. شاطر، بارك الله فيك. أحمد، اسأل على طول. نعم، هل النملة الحمراء عطت النملة البيضاء طعام؟ لا. شاطر، بارك الله فيك. محمد الشهراني. نعم، هل النملة البيضاء الحمراء كريمة؟ لا. بارك الله فيك. النهدي سامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله، لماذا تصنف النملة البيضاء؟ يعني وش نقول له؟ كريمة، بخيلة؟ نادي عليه تاني عشان شكله نايم. النهدي، في واحد غير النايم. عبد العزيز، العوفي. نعم، لماذا تصنف النملة البيضاء؟ ها، لماذا تصنف النملة البيضاء؟ مصنع عدس. ماذا تصنف النملة البيضاء؟ انتظرت أن النملة الحمراء أن تحضر طعام النملة البيضاء. لا 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 لا، بيقول لك بماذا تصنف النملة البيضاء؟ يعني تصنفها إيه ولا تصفها بإيه؟ إيش نقولها؟ كريمة، بخيلة؟ تصف النملة الحمراء البيضاء دخيلة. البيضاء كريمة. بارك الله فيك. على صوتك يا أستاذ. شاطر، بارك الله فيك. القرعاوي خالد. ها، هل النملة البيضاء عطت النملة الحمراء طعام؟ نعم. شاطر، بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير يا أستاذ منصور، أحسن. أستاذ محمد العوفي يتفضل. أنا عبد العزيز. بعده هذا عليك عبد العزيز. محمد منصور سألك سؤال وأنت كنت غير موجود، تفضل يا محمد العوفي. إلا موجود، ما أجبت عليه ولا ردت عليه أنت وأسامة الناس. تفضل أستاذ محمد العوفي، قول يلا مقدمة كده. يلا بسم الله. استاذ ارفع صوتك شوية، ارفع
وشك يا محمد فوق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبدأ يسأل. أسامة الصانع. أبد محمد عبد الله. أسامة البيضة النملة البيضة هل أعطت النملة الحمراء طعاما؟ أجل بارك الله فيك. عبد العزيز. نعم أستاذ. نعم دقيقة. النملة البيضاء كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. بارك الله فيك. عبد الإله. نعم أستاذ. النملة الحمراء بخيلة ولا بخيلة؟ بخيلة. أيوة الحمراء بخيلة. بارك الله فيك. أحمد الزهراني. نعم. النملة البيضاء النملة الحمراء أعطت النملة البيضاء طعام؟ لا. بارك الله فيك. سعد. سعد. واحد غير سعد. شكل سعد نايم. شوف واحد تاني. عبد الله. نعم. نعم. البيضة حمر الحمراء في البيت تنظر إلى المطر. البيضة الحمراء تنظر إلى المطر. اسأل سؤال تاني يا محمد. اسأل بطريقة تانية. طيب. النملة البيضاء تعطي النملة الحمراء طعام. إيه. بارك الله خيرا يا أستاذ محمد. أحسن. عبد الإله تفضل. يا عبد الإله. أستاذ أنا خالد. حاضر يا خان. حاضر. أنا قلت يا قبل. ادخل يا تفضل يا خان. تفضل. أنا يا عبد الإله. بس لو سمعت عندك دوشة هلغي اللي بتاعتي. ها. أحمد الزهراني. طيب. أنا عبد الإله بعد خالد. عاد. نعم. من أعطى ال هذا الحب إلى الحمراء ولا الأبيض؟ البيضاء. أحسن. بارك الله فيك. الصوت. بارك الله فيك. من تعلم الدرس؟ عبد الله. أنا عبد الله. كريم. يكون كريم تعلمت الدرس. بارك الله فيك. تمام وراس ممتازين. انا حلو من ذهب الى من ذهب ياخذ الاكل هذا؟ عبد الله. احمد الزهراني.
سام صانع. سامة. من ذهب أخذ القمح؟ النملة البيضاء. بارك الله فيك. أسامة النهدي. نعم. السلام. من أخذ القمح؟ النملة الحمراء. محمد عايض. استاذ طلع لو ما في استاذ احط اقرب شيء له. نعم. من خلص القمح منه؟ ايش؟ من خلص القمح منه؟ من الذي نفض القمح؟ يعني الطعام بتاعه خلص يا محمد. نفذ. نفذ. مين اللي طعامه نفذ؟ بيضاء. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خيرا يا استاذ خالد. احسن استاذ عبد الاله. نشوف احسن واحد يشتغل. يلا انا عبد الاله. يلا عبد الاله عاوز اسئله كده حلوه بطريقه حلوه. افتح 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 عشان الاستاذ يبان. اول واحد طلب ايش؟ الاستاذ لازم يبقى باين. طيب احمد الزهراني. احمد الزهراني. مين يا عبد الاله؟ يا استاذ عبد الاله. نعم. يعني انت يا استاذ وما حدش شايفك ينفع؟ لا. طيب مين اول واحد؟ احمد الزهراني. مين اول واحد طلب الطعام؟ النمله البيضاء. خطا. اول اللي طلب البيضاء. خطا، مو البيضاء، النمله البيضاء. بالله ما تشبه البومه البيضاء في اليافات. خطا، مو النمله البيضاء. طيب اسال واحد ثاني. واحد الراشدي. عادل. سبعة دي اروح الحمام. يلا يا فهد. واحد الراشدي. مين اول واحد طلب الطعام؟ النملة الصغيرة البيضاء. صح. بارك الله فيك. أحمد الزهراني. ارفع وجهك يا عبد الله عشان تبان. نعم. عبد العزيز. عبد العزيز قصدي. عبد العزيز راح دورة المي. عبد الله. نعم. بماذا نصف النملة البيضاء؟ تصف ما صفة النملة البيضاء يا عبد الله؟ ما صفة الكرم. صح. وسام النهدي. حييه يا راجل. بارك الله فيك. نعم. وسام النهدي. نعم. بماذا نصف النملة الحمراء؟ النملة الحمراء البيضاء. بخيرة. ايش قال لما راح
منصور لما راحت النملة البيضاء للحمراء إيش قالت النملة الحمراء للبيضاء إيش قالت لها؟ وشو؟ النملة البيضاء لما راحت للحمراء الحمراء إيش قالت للبيضاء؟ لما النملة البيضاء طلبت طعام. أيوة إيش قالت لها الحمراء؟ ليس لدي طعام. أحسنت بارك الله فيك. ماذا أمير؟ ماذا فعلت النملة البيضاء عندما حل فصل الصيف وتوقف المطر؟ جمعت الأكل. أحسنت بارك الله فيك. استعد نواف الرشيد. سعد شكله مسافر. ايه جه اهو جه. ايوه يا فهد. ماذا درس؟ طيب سعد ماذا فعلت النملة الحمراء عندما نفذ الطعام منها؟ النملة الحمراء البخيلة ماذا فعلت؟ أستاذ رجعت من الحمام. هذا ليلى. نعم. ماذا فعلت النملة الحمراء عندما نفذ الطعام منها؟ إيش سوت؟ على صوتك يا سعد. ذهبت إلى جارتها. سعادتك بارك الله فيك. عندك عبد الرحمن وعبد المحسن. يا عبد الله اسألهم كده يمكن يكونوا نايمين. طيب استاذ العزة ما حد من داني ما مش عارف هم زعلانين منك باين يا عيسى. عبد المحسن. نعم يا استاذ. الإجابة صحيحة. الحمد لله. الله أكبر. 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 النملة خطأ. اقفل يا عبد الناصر الصوت. جزاك الله خيرا يا عبد الله. احسنت يا استاذ عبد الله. خلاص ناخذ فهد عشان فهد الطلب الاول. يلا يا فهد بعدين محمد ان شاء الله. فهد عبد الله. خلاص محمد حد يسألك عبد الله. استاذ عبد الله. طيب بس خلص فهد يلا. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اللي بتشرح يا أستاذ. أي الجماهير كده أقول أي حاجة يلا. منصور. نعم فهد. ما الدرس؟ النملة قبل ايه منصور؟
النملة الكريمة البحرية. علي صوتك يا أستاذ فهد، علي صوتك. علي الصوت عشان مش يسمعوك. يلا. يلا يا أستاذ اسأل. ما فهد الأصدقاء؟ حد سمع حاجة ولا أنت سألت مين؟ اسأل أنت، تختار مين ووجه له السؤال. أمير. ما فعل أصدقاء يا أمير؟ ما فعل أصدقاء؟ وش بتقول؟ ما فائدة الأصدقاء؟ يساعدون بعض؟ غرق الحاجة؟ بارك الله فيك. غرق الحاجة؟ الله يفهم. اللي بعده. محمد العوفي. نعم. نعم. ما تقول صديقك إذا ساعدك؟ أسعد. بيقول لك ماذا تقول لصديقك إذا ساعدك؟ شكرا. شكرا. بارك الله فيك. عيسى. نعم استاذ. تصف النملة البيضاء النملة الحمراء. تصف لماذا تصف النملة البيضاء والنملة الحمراء؟ لأنها البيضاء إيه؟ البيضاء إيه؟ كريمة. ها؟ والحمراء بقية. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أستاذ فهد، ممتاز. أستاذ محمد الشهراني. تفضل أستاذ عبد الله إن شاء الله. تفضل يا أستاذ محمد. حييهم واسألهم. السلام عليكم. نبدأ اليوم الدرس. السراجيل أحمر وأخضر. أما طالبة النملة الصغيرة من الأم طعاما أخضر أو أصفر. أحمر. أو أحمر. هتختار مين؟ وجه السؤال لحد. ما فهد. نعم استاذ. طلبت الصغيرة أم طعام أحمر أو أخضر. أحمر وأخضر. يا فهد بيقول لك طلبت النملة من أمها طعام، النملة الصغيرة أخضر ولا أحمر؟ قول عادي، يقول لك كده عادي يقول لك أي أستاذ. أما ذهبت النملة البيضاء إلى جارتها النملة الحمراء خالد. خطأ. قل السؤال تاني يا محمد، اسأل السؤال تاني.
إذا حبت النملة البيضاء رجعت لها النملة الحمراء أحمر وأخضر أخضر بارك الله فيك. أما تعملت النملة الحمراء من النملة البيضاء الكرم أحمد أحمد بتاكلوا مش أحمد أحمد نعم أجب يا أحمد النملة الحمراء من النملة البيضاء الكرم أحمر وأخضر مش السؤال عيدة والنملة الحمراء تعلمت النملة الحمراء من النملة البيضاء الكرم أحمر خطأ أحمر بس هو الأحمر الأخضر قال له خطأ خلاص ماهي واحد تاني لم يكن عند النملة الحمراء طعام عيسى بقول أحمر ولا أخضر يا عيسى إيه أسأل لم يأكل عند النملة الحمراء طعام أخضر خطأ كان عندها طعام يا عيسى فكرت يوم خلصت معاهم أعطت النملة الحمراء للبيضاء طعام أما سعد نعم سعد أعطت النملة الحمراء للبيض وطعاما أحمر وأخضر فتحتها قفل يا توي يا عبد الله النملة الحمراء أعطت النملة الحمراء للبيض طعاما قتل أحمر وأخضر يا سعد صحيح يا سعد شكرا بارك الله فيك شكرا شكرا ماشي جزاك الله خيرا يا محمد تفضل يا عبد الله يا عبد الله عبد الله سعد هذا انا بعد عبد الله طيب تفضل يا عبد الله نعم قلت لي عاوز تيه بقى الاستاذ يلا تفضل يا استاذ عبد الله استاذ عبد الله استاذ عبد الله ايوه موجود يا عبد الله معاك تفضل يا عبد الله من طلب الطعام سعد هذا عبد الله وانا عبد الله يا عبد الله في الصوت يا عبد الله يا ربي سعد من طلب الطعام نعم من طلب الطعام بيضاء خطأ اسأل حد تاني من طلب الطعام وجه سؤال لحد يا عبد الرحمن يلا يا عبد الرحمن عبد الرحمن شكله مسافر حد تاني طب ما أنا يقول لك من طلب الطعام النملة البيضاء
قال له خطأ. عندك إجابة تانية؟ لا. من اللي طلب الطعام يا عبد الرحمن وكان بيبكي؟ والطفل النملة الصغير. أيوة كده صح، بارك الله فيك. منصور، من كذا وقال ما عندي طعام؟ منصور أجب يا منصور على زميلك. نعم نعم أستاذ، شو السؤال؟ من كذب وقال ما عندي طعام؟ النملة الحمراء. بارك الله فيك. عبد المحسن، عبد المحسن. نعم. من قال أبطلع عبر وبجيب طعام؟ النملة البيضاء. صح، بارك الله فيك. النملة النملة البيضاء أعطت النملة الحمراء أمير. أمير، أمير. نعم طب أجب يا أمير. أبيها ما وصف. اسأل يا أستاذ تاني، عشان الأمير كان بيلعب. النملة البيضاء أعطت النملة الحمراء؟ لا. نعم نعم، بارك الله فيك. وفيك. من قال تعلمت منك؟ محمد عائض. نملة الحمراء. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا أستاذ عبد الله، وجزا الله خيرا المعلمين الصغار.